السلام عليكم. انا درت هذا الفيديو هذا من بعد ما تفعلت القناة ديالي الحمد لله. يعني انا كنت فاقدة فيها الامل انها تفعل هادشي كلشي كيعرفوا لانه ديجا حطيت فيديو في قناة تانية كنهضر فيه على يعني على الاسباب اللي انا كنت كنقول ان راه ما غاديش تقبل. وفعلا ملي مشات قناتي المراجعة تعطلوا عليا تقريبا شي 14 يوم او اكثر حتى باش ردوا عليا بالرفض. ويعني كنت اصلا مجهزه نفسي لذاك الرفض ديالهم. وصلتني رساله، انا غادي نحط الصوره ديالها هنا. وصلتني رساله ان القناه ديالي ما كتوافقش مع هذا مجموعه منشئي المحتوى او مجموعه اليوتيوب، ما عرفتش المهم الكلمه بالضبط، انا راني نسيت هذا. المهم قلت لهم انا راني في خبار بلي ما غتقبلوش القناه ديالي، وكنت مجهزه نفسي، كنت مجهزه حالي نفسيا للرفض. ولكن من جات الرساله، المهم مكتوب فيها المحتوى مكرر بحال هكذا بحال هكذا كانت الكلمه. المهم انا ملي نحط لكم الصوره غادي تشوف فيها كل شيء. بقيت كنقلب انا كما العاده ديالي، يعني كنكون جالسه كنغطس في بحر اليوتيوب وبحر الانترنت كنقلب على المعلومات كاملين. فلقيت واحد الكلمه اللي هي وصف الفيديو، لقيتها في الشرح ديال اليوتيوب. راه كلشي قدامنا، غير حنا اللي ما كنقلبوش، اللي حنا كنبغيو كل حاجه تكون سهله، ما كنبحثوش، اما راه كلشي راه كاين. فمشيت لقيت باللي راه ضروري اي فيديو نكونوا دايرين ليه وصف، وانا الفيديوهات اللي مشاو المراجعة طبعا حتى واحد فيهم ما دايرش ليه الوصف. دخلت عاوتاني اليوتيوب ولكن من جوجل، دخلت مشيت لمدير الفيديو. مدير الفيديو عطاني الفيديوهات اللي عندي وكيعطيك القيود، فهذيك القيود كتشوف واش الفيديو عندك فيه شي مخالفة ولا لا. طلع عندي واحد الفيديو فيه مخالفة ديال حقوق الطبع والنشر، دخلت كيعطيوك الثانيه اولا الدقيقه والثانيه من كتبدا المخالفه حتى كتسالي. يعني واخا كتكون موسيقى طويله فحقوق الطبع والنشر كتكون غير على واحد الجزء بسيط. فانا قلبت في اليوتيوب ولقيت الطريقه كيفاش انني نمسح هذاك الجزء اللي فيه حقوق الطبع والنشر. وهي بصراحه هذه القضيه ديجا شرحها لي واحد الشخص، ولكن مع ديك الوقيته ما فهمتوش، قلت هذا ما عرفش شنو تيقول، انا اصلا ما فاهمه والو من كلامه. المهم ما علينا، مشيت انا درت نفس القضيه من الدقيقه اللي قالوا لي ان عندي المخالفه للدقيقه اللي كتسالي فيها المخالفه، حيدت الصوت لذاك الفيديو. واخا يعني الفيديو خسر، يعني كنت كنهضر فيه انا، ولكن قلت ماشي مشكل خليني نحيد الصوت ونشوف، خليها بعد القناه تتفاعل. هذاك الشيء اللي درت، حيدت المواضيع اللي انا كنديرت الفيديوهات ديالي. يعني ماشي ضروري انك انت تكتب بيدك اولا تخدم عقلك وتطلع فقره كتهضر على يعني فكره عامه على داكشي اللي انت حاطه في الفيديو. يعني انا شنو مثلا كان عندي فيديو كنهضر فيه مثلا على شي حاجه، كنمشي لجوجل كنكتب ديك الحاجه اللي انا هضرت فيها، كيعطيني فقره كيعطيني مواضيع بزاف، فانا كنختار لي والمني اللي كيوالم الفيديو ديالي، كندير لها نسخ، كنمشي لجهه الوصف كندير لها كوبي لصق باست صافي، وها هي الوصف عندي هو هذاك. التعليقات، كاين شي تعليقات بالنسبه لك انت راهم عاديين. انا صديقه ديالي كتبت لي بالتوفيق، طلعت انها من المحظورات، فحشمت، قلت انا في الاول حشمت يعني شنو نمسح التعليق ديال صديقتي. ما جاتنيش كيفاش نمسح التعليق ومسحته. مسحت بزاف ديال التعليقات اللي طلعوا لي انهم تعليقات محظوره. نقطه ثانيه، النقطة الثانية، إلى عندك محتوى مكرر خديتيه من اليوتيوب، خديتيه من الفيسبوك، خديتيه من سناب شات، خديتيه من شوف تي في، خديتيه من مسحو مسحو مسحو، واخا يكون جمع لك من شحال ما جمع لك،
مسحو، ما تخليش عندك في القناه، لانه هذاك يعني كتقول هذا جامع ليا بزاف. هذا نفس المشكل اللي وقع لي انا من مشات قناتي المراجعه، يعني كنت هذا الفيديو اللي لقيت الطريقه من بعد اللي قلت لكم فيه حقوق الطبع والنشر، يعني لو انني قلبت من قبل كنت غادي نتفادى ان قناتي ترفض من اول مراجعه. اي فيديو عندك جايبه من شي بلاصه اخرى مسحو. انا هادشي اللي درت، مسحت بزاف وتقريبا تنقصت لي شي 900 ساعه، واني الحمد لله عوضتها. ما عرفتش 900 وما متذكرش بالضبط، المهم عوضتها بسرعه، ما خدتش معايا وقت بزاف. اي فيديو تقول واخا يقول لا هذا الفيديو جمع ليا لي في واخا ما عرف شنو، مسحو، لانه غتمشي المراجعه وغادي ترجع. فهذه هي اول، ماشي اول يعني، كنظن ثالث نقطه. الاولى هي التعليقات، الاولى هي الوصف، يعني ضروري تكتب الوصف في الفيديو. الثاني هي التعليقات، مسح اي تعليق اللي هو محظور. الثالثه اللي قلت لكم دابا. ورابع حاجه هي الروابط، كما كان هذا الرابط عندك في القناه ديالك في الفيديو ديالك مسحو، كيف ما كان هذا الرابط مسحو، ما تخليش. انا كانوا عندي الروابط ديال واحد الجروب ديال واتساب، كنت دائما حاطه في اغلب الفيديوهات حاطه داك الرابط، وكانوا شي وحدين نهضروا قالوا لي لا الرابط راه ممنوع، وبصح مشيت مسحتهم. المهم هو منين كتوصلك الرساله كيقولك الاخطاء اللي عندك، محتوى متكرر، التعليقات، الوصف. المهم انت كتقلب على شنو اللي عندك، تبدل في العنوان، اي عنوان مثلا انت حاطه ممكن انك تعدل في العنوان، تحط عنوان اخر. المهم في اليوتيوب الا دخلتي لي عن طريق جوجل راه كيعطيك كيفاش تعدل في الفيديو، انك تمسح الصوت، انك تزيد شي حاجه، راه كيعطيك. فهاد القضيه ما كنتش انا عارفاها من قبل حتى وقع لي المشكل، وبقيت كنقلب عاد راني لقيتها والحمد لله ساعدتني. فمن كيصيفطوا لك الرفض كيصيفطوا كيعطيك واحد الشهر تيقولوا لك، يعني من هنا حتى لهذا التاريخ غيكون عندك الحق انك تقدم مره اخرى الطلب ديالك. فهذاك الشيء اللي كان. انا الحمد لله يعني دوك السوايع اللي نقصوا، لانه حذفت فيديوهات بزاف، وكنت يعني كنت يعني بحال اللي راك تحيد شي حاجه من اللحم، كانك تمسح دوك الفيديوهات وكيكون فيهم حتى هما مشاهدات ولكن شنو غادي دير، ما كاين ما يدار. المهم ضروري انك تحيد هذاك الفيديو، ما تخليش. فنقصوا لي السبايع، وكانت عندي طريقه زوينه فاش انا اللي انا يعني خدمت فيها السوايع، طريقه سهله، وبزاف ديال الناس قالوا لي راه ما غاديش تخدم لك، وبالعكس خدمات ليا ودخلت لي قناتي الحمد لله تفعلات. انا غندير لكم فيديو اخر كنهضر على هذه الطريقه. المهم انا منين جاني الرفض عطاوني واحد الوقت، عطاوني يوم 21 فبراير نعاود نرسل هذا طلب مراجعه ثاني. فكما قلت لكم انا قاديت مسحت الفيديوهات اللي مسحت، حاولت انني نوصل 4000، وقلت خليني نديرها في يد الله، جات هي هذيك ما جاتش لا حول ولا قوه الا بالله. المهم صيفط. الغريب في الامر ان الناس اللي كيصيفطوا كنسولهم امتى جاك التفعيل، تيقول لك جاني في 24 ساعه، جاني في اقل من 24 ساعه، جاني في 48 ساعه. انا كما تعطلوا عليا في الاول حتى في الثاني تعطلوا عليا، فصافي فقدت الامل يعني واحد 4 ايام صافي، قلت راه ما غاديش يجاوبوني. قلت الناس كلهم اللي سولتهم اللي كتفع عليهم القناه دائما كيوصلهم الجواب عن قريب، يعني في فتره قصيره، الا انا كيتاخروا يعني صافي راه باينه ما كاينش. وداكشي اللي قلت حتى انا قلت صافي ما عرفتش علاش، واش حنا في الامارات كيتاخروا عادي يصيفطوا لينا، ولا كاين شي مشكله في الايميل ديالي، ما فهمتش انا علاش كيتاخر. يعني صحاباتي كلهم كيجيو من الرف، يا اما القبول او الرفض في الظرف 24 ساعه، الا انا تاخروا عليا في الرفض الاول وتاخروا عليا في الاجابه الثاني. المهم فقت واحد النهار غادي الخدمه، كنفيق بكري مع ديك فقت مع ديك 3 وتولت، كنلقى عندي مشاركه انا في واحد البرنامج ديال الاستبيانات. المهم الاستبيان كنخدم داك الاستبيان انا يوميا كيوصلني، فانا قلت واقيلا غير منه. كنزل اشعارات كيبان لي لا راه من اليوتيوب، كنلقى ديك كلمه مبروك، يعني صدمت. معقوله يعني تصدمت واحد الصدمه اللي ما معقوله، يعني بحال راه ما كنتش كنتسنى انهم يجاوبوني، ما دايرش بالي كاع.
بحال راهي غلطين، بحال راه غير جاتني شي حاجه من اليوتيوب. انا كيما كيجيني كل شهر يعني ملي كتكملي الشهر تيجيك واحد الاستبيان ان هذا الشهر شنو خدمتي فيه، شنو دخلتي من المشتركين. قلت انا ممكن غير هذاك، ولكن ملي تنفتحت نلقى لا راه بصح تم قبول القناه ديالي لتحقيق الربح. وللاسف يعني منين كنت مساليه ما عندي ما يدار ترفضت لي القناه ديالي وما دخلتش دغيا المراجعه. ومنين دابا اللي انا مشغوله ف يعني تفعلات القناه. المشكله انا ما عنديش الوقت باش ندير فيديوهات، باش ننزل فيديوهات، باش ما عرفاش حتى الفيديوهات اللي غادي ننزل يعني تلخبط. يعني انا خدمتي كنخرج من مع 4 وثلث، كنفيق مع 3 وثلث ديال الليل ديال الصباح، يعني كنخرج مع 4 وثلث، كنمشي حتى 4 ونص ديال العصر ديال النهار التالي عاد كنرجع. ملي كنرجع كنرجع مسحوته باغا غير الناس. يعني حتى دابا تلاحظوا ان صوتي الصوت ديال واحد الشخص اللي باغي ينعس. ف يعني عندي الجمعه والسبت اللي هما اوف اجازه. الجمعه خلاص كنقضي غير نعاس، السبت اللي انا شويه هانتي اون فورم. ولكن ما عرفتش كيفاش غادي، ما عرفتش الحل مع هاد القناه كيفاش انني غادي نخدم فيها. فيا ريت اللي عنده شي حل يكتب ليا في التعليقات، كتب ليا في التعليقات شنو غادي ندير، شنو غادي ننزل، شنو غادي الافكار كلها هربت ليا صراحه. انا فرحانه ان قناتي تفعلت، هذا واحد الهدف انا كنت باغا نوصل ليه ووصلت ليه، ولكن وصلت ليه ما لقيتش الوقت باش ننزل فيديوهات. باش نتوما عارفين ان الفيديوهات يعني كيحتاجوا وقت، اللي مجرب هو اللي غيفهمني والله كيحتاجوا وقت. مثلا انا دابا كنصور هذا الفيديو، فانا ماشي غير نصوره غنسالي غنزلو، لا راه كندوزو على برنامج اخر اللي هو اللي كنخدم به انا سميتو يوكات. بصراحه غزال ديال المونتاج، غزال غزال بزاف وسهل، ما تلقاش شي صعوبه فيه ابدا. فخاصني ننزلو تما، خاصني ندير ليه مثلا مقدمه، واخا بعض المرات راه كنساها ما كنديرهاش، ندير ليه المقدمه. خاصني ندير ديك الاسم ديال القناه ديالي الوسط تفاديا للسرقه واخا ما عندهم يديروا بهاد الفيديوهات. المهم فيها خدمه والله، انك تجلس وتبقى تفكر شنو غادي دير في هذا الفيديو، كيفاش غادي تخدمه، شنو غتقول فيه. مع العلم انا ملي كنهضر راني ما كنكونش موجوده، كنعرف بزاف ديال البنات كيوجدوا وكيكتبوا يعني رؤوس اقلام في ورقه باش يهضروا فيهم، انا راه ما كنوجدش، نهضر هكذا كيما جاتك جات. والمهم هادو هما الافكار اللي كانوا، هادو هما النصائح اللي كنت بغيت نقول لكم اللي رجعت ليه القناه. اولا قبل ما تمشي قناتك المراجعه، حاول انك دير الوصف الفيديوهات كاملين كاملين كاملين، دير لهم الوصف. اي فيديو عندك جبتيه من سناب شات على دنيا باطمه، هذا موضوع الساعه وحمزه مون بيبي، جبتيه من شوف تي في، جبتيه من تحفه ولا من دنيا فيلالي، فمسح ما تخلي حتى شي حاجه، لانه غير غادي تضيع الوقت. قناتك غترفض غترفض بلا ما تصيفط. كما قلت لكم يعني كما قلت لكم الوصف، اي رابط قناه او رابط واتساب عندك او رابط مثلا انستغرام عندك في التعليقات امسحهم ما تخليهمش ابدا. اي حاجه عندك حقوق طبع والنشر غادي تمشي المدير الفيديو في هذا في اليوتيوب، وغتفتحوا من جوجل وغادي دير سميتو منشئ المحتوى استوديو يوتيوب القديم، يعني النسخه القديمه. غادي تدخل المدير الفيديو غادي يعطيك الفيديوهات اللي عندك مخالفين، مثلا يا اما كتكون ما من قيود، يا اما كيكتبوا لك ان عندك شي مخالفه كتضغط عليها وكيعطيوك سميتو ديك المخالفه فين كاينه، وكتبدا من اش من دقيقه لاش من دقيقه. فانت كدير تعديل، كتدخل كتبدا من كدير مثلا قص ولا حذف من ديك الدقيقه لدقيقه اخرى، وكتحيد داك الصوت واخا كتقول ان داك الشيء مهم وخاص داك الصوت يبقى، ولكن راه من لانه كون متاكد اني الا خليتي واخا تمشي قناتك مراجعه 100 مره راه غادي يرفضوه غادي يرفضوه. فمن الاحسن انك تحيد داك الصوت وتعوضه في فيديو اخر. هادشي اللي قررت انا، من حيدت هذاك المقطع الصوتي قلت نعوض. واحد الحاجه كنت خايفه من الرقيه، لانه كان جاني عليها مخالفه في هذا الايميل ديالي مش حال هذه، وما حيدتهاش، ولكن تقبلت القناه واخا ديك الرقيه فيها ما عرفتش واش هما ما انتبهوش واش. المهم ما عرفتش كيفاش تقبلات.
المهم هادشي اللي درت انا، هادو هما النصائح اللي عندي، وكنتمنى ان الكل اللي فعل القناه ديالو، واخا ملي كتوصلوا المساله ديال الدولار كتولي غادي بشويه بشويه. يعني انا راه دابا تقريبا 3 ايام هادي يلا 0.31 دولار، حتى الزوج ديالي كيضحك عليا قال لي يعني قال لي ربع درهم، يعني هاد يومين تتخدمي يلا وصلتي ربع درهم، يعني امتى غادي توصلي لذاك المبالغ اللي كيقولوا عليها اصحاب اليوتيوب هكا. ولكن الحمد لله ان شاء الله حتى حنا غادي نوليو تولي قناتنا تكبر باذن الله، وان شاء الله حتى حنا غادي نفعلوا الادسنس. المهم هو المساله ماشي مساله ربح بصراحه، هي بس ان عندك شي حاجه كديرها، شي حاجه نجحتي فيها، ماشي مساله ان تربح منها الفلوس او لما تربحش، فهذا يعني ما عرفناش شنو جايبه الوقت، ولكن هذا غير بحال واحد التحدي. قناه اليوتيوب ناس بزاف دايرينها، علاش هما نجحوا انا ما نجحتش؟ فخليني حتى انا نجرب ندير قناه ديال اليوتيوب، خليني حتى انا نربح منها، يعني نوصل للربح كما هما وصلوا، ولكن ماشي داك الكلمه مشات ليا الكلمه مشات ليا شي قلت لكم. يعني انا من النوع اللي ما كنكتبش هادو رؤوس الاقلام، المواضيع في اي موضوع اللي انا باغا نهضر فيه. فكما قلت لكم انا خديتها غير تحدي، يعني اصلا انا انشاء القناه راه جا غير صدفه، كنت كنتفرج في الريشه وكنحط موضوع انشاء القناه، وانا من النوع اللي كنبغي نجرب اي حاجه كما كانت غادي نجربها. فانشات القناه وما انا اصلا ما عارفاش هاد الشرطين ديال 4000 ساعه و1000 مشاهده. انا فاتحه القناه في 2018، فمنين جيت منين المهم مؤخرا جلست كنقلب لقيت باللي راه كاين شرطين وهكذا، فلقيت انا عندي المشتركين عندي تقريبا 300 ولا ما عرف 400 ما عقلتش، ممكن 300 واقيلا 300 مشترك، ولكن السوايع عندي بزاف، عندي 3800. فانا عكس الناس، يعني الناس كيكون عندهم مشتركين بزاف والسوايع قلال، لا انا عكسهم، انا راه لقيت عندي مشتركين قلال وعندي السوايع عندي بزاف. فلقيت ان سهله انني نكمل دوك السوايع، وانني ندير نكمل ديك 1000 مشترك. وراني نزلت فيديو قبل هذا ان اللي ساعدني هو برنامج تيليجرام، بصراحه فاضي داك البرنامج. اللي بغى يسال اللي بغى يكمل 1000 مشترك في وقت وجيز، تقريبا انا في قناتي الجديده في 7 ايام كملت 1000 مشترك، 7 ايام ولا المهم ما بين 7 ل 10 ماشي بالضبط بالضبط، انا المهم 7 ايام ل 10 ايام انا كملت 1000 مشترك. ف بصراحه داك البرنامج زوينين، الجروبات اللي فيه خدامين، حتى الماسنجر خدمت به، حتى الواتساب، ولكن ماشي هذيك بهذاك بهذيك الكفاءه ديال التليجرام. التليجرام كتدخل الجروب كتلقى فيه 75000، كتلقى فيه 50000 واحد، فلو هذاك الجروب انت خديتي منه مثلا غير 500 واحد اكيد غتلقى 500 واحد في ديك الوقيته اللي انت داخل، راه اكيد غتلقى. راك تقريبا كل نهار كندخل 100 150 مشترك، ولكن راك كنخدم ما كنتش خدامه، كنت غير جالسه في الدار، ولكن راه خدمت. يعني ملي كنفيق وانا كنصيفط للناس المهم حضروني بزاف من مره دار لي الحضر، ولكن الحمد لله ماشي مشكل، كيحضروني كنتسنى تفتح الحضر ونبدا عارفين نصيفط لعباد الله. ورغم انهم تيحضروني لا، يعني كنكتب في الجروب وكيصيفطوا لي الناس، فكان جدا فعال هذاك الجروب. ولكن بالنسبه للسوايع فيديو اخر نقول لكم شنو درت. يلا مع السلامه.